بترحب بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج من القاهرة بنحاول فيها الاقتراب أكثر من التطورات ومستجدات الأحداث اللي شهدتها مصر خلال الساعات الماضية. مساء الخير يا أشرف. مساء الخير يا نرمين، ومساء الخير مشاهدينا الأعزاء. زي ما تعودنا في خلال هذا البرنامج إن احنا بنقدم لكم آخر وأهم التطورات والأحداث الجارية على الساحة المصرية تحديدا، لو في حاجة على الإقليمية أو العالمية بتكون معانا برضه. عموما هيكون عندنا النهاردة بالإضافة لمجموعة الأخبار هيكون عندنا موضوعين حواريين. الأول هيكون حول إنشاء مجلسين استشاريين لرئاسة الجمهورية، أحدهما معني بالتعليم والثاني معني بتنمية المجتمع، وسط توقعات بإنشاء مجلسين آخرين لتقديم مقترحات عملية لمواجهة مشكلات الدولة. هيكون معنا أيضا مشاهدينا الكرام حوار آخر متعلق بقيام دار الإفتاء المصرية بتحريم رفع أي شعارات سياسية خلال موسم الحج هذا العام، الحدث الأبرز اللي بيجمع المسلمين من كل أنحاء العالم، وبوصف هذه الشعارات أداة للفرقة وليس للتوحد، وبالتالي جت يعني فتوى تحريم خلال موسم الحج. احنا طبعا بنأكد على حضراتكم ان احنا ان شاء الله هيكون في ارقام للتواصل معاكم وتقديم كافة مقترحاتكم او استفساراتكم او تعليقاتكم على اي شيء يعني بيدور في الحلقة من خلال ارقام هتظهر على الشاشة امام حضراتكم. هنبتدي معاكم مشاهدينا الكرام استعراض سريع لابرز واهم تطورات الاحداث كما رصدها فريق عمل من القاهرة لليوم الخميس. مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة خصص يعني غرفة عمليات بتعمل خلال ايام عيد الاضحى المبارك لتلقي شكاوى التحرش اللي تتعرض ليها السيدات والفتيات. احنا طبعا بنأمل انه ان شاء الله العيد يعدي بسلام على يعني جميع الشعب المصري في كل مكان، وما يكونش فيه هذه الظاهرة اللي ربما تعد الأسوأ اللي بيتعرض ليها المجتمع المصري منذ عقود طويلة. مكتب شكاوى المرأة سيعمل في الفترة من الساعة 10 صباحا وحتى 10 مساء عبر الخط الساخن 0800 38 3 38. مرة أخرى رقم الهاتف 0800 38 3 38. السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة صرحت أنه ده بيأتي في إطار الجهود التي يقوم بها المجلس للتصدي لظاهرة التحرش المؤسفة واللي بتزداد حدتها خلال فترة العيد. احنا معانا عبر الهاتف سيادة السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة. بنرحب بحضرتك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيبة. اهلا بحضرتك. بسعادة السفيرة هيكون في بالتأكيد شكل من اشكال التنسيق والتعاون ما بينكم وما بين هذا الخط الساخن وايضا ما بين وزارة الداخلية للتحرك في حال يعني زيادة الشكاوى المقدمة من يعني الفتيات والسيدات في اماكن معينة او من قبل يعني اشخاص معينين. التنسيق قائم بيننا وبين الداخلية على قدم وساق، مش بس يعني بمناسبة العيد إنما عموما بشكل عام، ولجنة تيسيرية ولجنة تنفيذية عشان نضع استراتيجية لمنع العنف ده. ده هياخد مدة طويلة، لكن فيما يتعلق بالأيام العيد وإحنا عارفين الأماكن اللي بيتجمعوا فيها، والحقيقة الداخلية عاملة مجهود عظيم بإنها منزلة فرق كتيرة بحيث إنه يمنعوا مثل هذه التصرفات. واعتقد ان القوانين اللي طلعت مؤخرا والاحكام اللي اصدرتها بعض المحاكم ضد المتحرشين في اخر موقع برضو ربما دي يكون لها اثر انها تحد من هذه الظاهره. وانتوا طبعا البركه فيكم في الاعلام، ايضا نوجه للاسر كلها المسؤولية أيضا أنهم يوعوا أولادهم أن ده مش من أخلاق المصريين، أن طبعا نوصف بهذا الوصف غرس قيم الدين الإسلامي الصحيحة يعني والسمح. الحياة الدين والعرف والتقاليد بتاعتنا كانت دايما مخالفة لهذا. طبعا احنا فاهمين أن بعد الثورات بيبقى في اضطراب والناس بتبقى عنيفة شوية بسبب القلاقل وكده، لكن اعتقد ان الوقت احنا حطينا نفسنا على الطريق الصحيح
فان شاء الله هتبقى افضل يعني ان شاء الله. طب سعاده السفيره، في هذا الاطار هل لديكم اي مكاتب او جهات رصد يعني من اجل الوقوف على سواء انحسار هذه الظاهره او ازديادها؟ يعني هل هي بتقل نسبيا داخل المجتمع المصري، ام هي بنفس النسب ام بنسب اعلى؟ بتتابعوا يعني الاحوال فيما يتعلق بقضايا التحرش؟ اعتقد انها بتقل لعده اسباب. اول حاجه ان الامن استعاد عفيفه اكتر، ورجل الشرطه موجود في الشارع، وده مهم جدا. ان وزاره الداخليه نفسها اهتمت بالقضيه دي وعطت تعليمات لكل مواقع البوليس انها تاخد بجديه اي شكوى من هذا القبيل. وزارة العدل دخلت في قانون الجنايات كلمة تحرش ومادة خاصة للمتحرشين، وبالتالي ساعد النيابة على انها تقبض على العدل. احنا كمان مطالبين كل فروع المجلس 27 محافظة انها توافينا باستمرار بالاحصائيات، وبالتالي نقدر نعرف فين الاماكن اللي انحصر فيها، وفين المحافظات اللي لسه ما زال موجود فيها، واسباب ذلك. بنبعت بعض الاجتماعيين يدرسوا ليه الشباب بيعمل كده، واهلهم بيقولوا ايه. ودور اتصلنا بوزير التعليم، انت عارف عملنا بروتوكول مع 10 وزارات، ووزير التعليم ايضا بيعمل حصه في الاسبوع المناهج بحيث انها توعي الطلبه. فكل اجهزه الدوله الحقيقه بالرغم من مشاغلنا الكثيره، لكن اهتموا بالقضيه دي لانها بتطلع في التقارير اكيد الرسمية. صحيح. وده امر ما ومحتاجه لتضافر جميع مؤسسات الدوله والتعاون والتنسيق ما بينها كما حضرتك ذكرتي. احنا بنشكر حضرتك جزيلا سعاده السفيره ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمراه. إلى خبر آخر، حيث وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلاب الصوماليين في مصر إلى 200 منحة بدل من 50 منحة كانت بتقدم لهؤلاء الدارسين من مختلف الجامعات المصرية قبل ذلك. كذلك وافق على معاملة هؤلاء الطلاب معاملة الطلاب المصريين والسوريين. مزيد من التفاصيل معنا على الهاتف دكتور أيمن شبانة، خبير شؤون الشؤون الإفريقية ومدير مركز الدراسات السودانية بجامعة القاهرة. أهلا بك دكتور أيمن، وياريت تكلمنا عن هذه المنح. مصر يعني تتوسع حاليا في المنح الدراسية المقدمة إلى الأفراد، خاصة من الدول العربية الشقيقة فيها النيل، باعتبار ان هذه الدول من الدول المهمه بالنسبه لمصر، وترتبط مصر معها بمصالح تصل الى مرتبه المصلحه المصيريه، خاصه بالنسبه لمساله الامن المائي. مصر بالفعل يعني تقدم منحا دراسيه للافارقه بشروط مختلفه جدا لتشجيع هؤلاء على الدراسه في مصر. يعني الطلاب الفلسطينيين والطلاب السودانيين والسوريين يعملون معاملة المصريين، ويعطونا الكثير من الامتيازات التي تشجعهم على الاستمرار في الدراسة. والصومال أيضا يعني الدولة في أمس الحاجة إلى مثل هذه المنح الدراسية، باعتبار أنها منذ العام 1990 تعاني من صراع داخلي ادى الى تدمير البنيه الاساسيه في هذه الدوله بالنسبه وايضا مؤسسات الصحه والتعليم وغيرها. وبالتالي تتوسع مصر في هذه المنح من خلال الوكاله المصريه للتنميه في القاره الافريقيه، واعتقد ان الفتره القادمه ستشهد المزيد من هذه المنح المقدمه الى كل الاشقاء من الدول الافريقيه. نعم دكتور أيمن شبانة خبير الشؤون الإفريقية، شكرا جزيلا لك. عفوا.
وهنختتم يعني جولتنا الإخبارية السريعة مع حضراتكم ببعض الأخبار الرياضية. أول خبر معانا بالمفاجأة اللي من العيار الثقيل اللي فجرها فوز فريق الرجاء على مضيف نادي الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر المسابقة، وبذلك تصدر جدول الدوري الممتاز ورفع رصيده إلى 9 نقاط. رصيد الرجاء ارتفع إلى 9 نقاط ليحتل صدارة الدوري وبفارق نقطة واحدة عن الداخلية صاحب المركز الثاني، بينما فشل الأهلي في الحصول على أولى نقاطه بالدوري ليظل في مؤخرة ترتيب جدول المسابقة للأسف. الأخبار السيئة لأندية الكرة في مقدمة الدوري المصري يعني بتتتابع. نادي الزمالك أيضا قرر مجلس إدارته إقالة الجهاز الفني الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن لسوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة. لكن آخر خبر وصلنا في إطار هذا الموضوع أن البرتغالي باولو دوراتي أخطر مجلس إدارة نادي الزمالك بموافقته الرسمية على تدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك خلفا لحسام حسن الذي تمت إقالته رسميا اليوم. الأمانة ده تقريبا ثالث مدرب خلال عدة شهور، كان الأول ميدو وبعدين حسام حسن وبعدين دلوقتي دوراتي. نرمين مش عايز يتكلم في الموضوع ده. عموما معانا عبر الهاتف الأستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي. أهلا بك أستاذ جمال، وفي البداية تعليقك على فوز الرجاء على الأهلي. أستاذ جمال، أستاذ جمال سامعني؟ أهلا بك. احنا قلنا دلوقتي خبرين سيئين يعني في اطار الاهلي والزمالك. الاهلي اول خساره ليه مع اول انطلاقه لبطوله الدوري العام المصري. انهزم امام الرجاء يعني الفريق المغمور. كمان الزمالك اقال مجلس ادارته بقياده حسام حسن يعني بعد نتائج غير المتوقعة أو النتائج السيئة اللي حققها في الفترة الأخيرة. ولكن منذ قليل وصلنا خبر أن دوراتي باولو دوراتي المدرب البرتغالي أبلغ نادي الزمالك أنه حيوافق أو وافق خلاص على تدريبه. تعليقك الأول على سقطة الأهلي أمام الرجاء. طبعا بالتأكيد أنه هزيمة النادي الاهلي كانت مفاجاه جدا امام فريق الرجاء، وهو من احدث الفرق اللي موجوده في الدوري المصري. الهزيمه طبعا كمان بتيجي في اول ظهور للنادي الاهلي على مسرح الدوري المصري هذا الموسم، وبالتالي اعتقد انها مفاجاه و يعني محزنه جدا لجميع الأهلي. لكن أنا متوقع من الآن أن ردود الفعل داخل النادي الأهلي تجاه هذه الهزيمة لن تكون يعني درامية، لأنه وضع طبيعي أنه الفريق رغم تأهله إلى نهائي بطولة الكونفدرالية إلا أنه معرض للهزيمة والفوز والتعادل، وبالتالي اعتقد انه رد فعل النادي الاهلي تجاه الهزيمه لن يكون كما حدث يعني امس بعد تعادل نادي الزمالك الثاني والتعادل للمره الثانيه في الدوري. طيب عموما يعني لمعلوماتك طبعا انت عارف المعلومات دي دلوقتي. المفاجاه كمان ان الرجاء هو الاول على الدوري برصيد 9 نقاط، بيليه الداخليه والاهلي بيتزيل البطولة حتى الآن. طيب تعليقك على قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك، يعني تقريبا دلوقتي 3 مدربين في خلال عدة شهور. تعليق أنا يعني غير موافق على الاستغناء في هذا التوقيت حسام حسن، لأنه حتى لو الفريق تعادل مرتين متتاليتين فأنا بقول إن ده طبيعي في كرة القدم، ومن الممكن
ان احنا ندي فرصه اكبر كما يحدث في الفرق العالميه، بنديله فرصه لا يكون الحساب بالقطعه زي ما بنقول. ومساله التغيير، ما انت النهارده هفترض انه كابتن محمد صلاح اللي هو تولى المهمه بشكل مؤقت في قياده نادي الزمالك لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي، لو توقعنا او لو قلنا ان بعض سوء الحظ تطفو وانه تعرض ل لا قدر الهزيمه او تعادل او تعادلين، هل هيتم التغيير مره اخرى؟ هي الفكره انه لا يجب ان يكون الحساب بالقطعه مع المدير الفني، ويجب ان يجب يكون ان يكون التقييم من خلال الموسم زي الانديه الكبيره والعريقه. ده الافضل، لان غير كده هذا ما يدخل النادي، اي نادي هيخش فيه سلسله من التغييرات التي لن تؤدي الى النتيجه الهجوم. لكن يجب ملاحظه حاجه حضرتك، انه نادي الزمالك عشان بقاله فتره طويله لم يحصل على الدوري العام او لم يحصل على بطولات بشكل مستمر، فممكن يكون ردود الفعل داخل نادي الزمالك فيها نوع من التسرع. لكن نادي الزمالك كان واخد بطوله دوري او بطولتين، من الممكن ان ده كان خاف عليهم، يعني كان خاف على يعني لا يعني اولا بتبقى الجماهير ما هياش متعطشه، الاداره ما هياش قلقانه، لكن اكيد ان هناك قلق شديد داخل نادي الزمالك من غياب الفريق عن البطولات. طيب. بشكل عام يعني استاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي، شكرا جزيلا لك. شكرا. ده كان استعراض إخباري سريع مشاهدينا الكرام، وهنبتدي معاكم أولى وقفتنا الحوارية اللي تحدثنا فيها عن إعلان رئاسة الجمهورية إنشاء مجلسين متخصصين، الأول معني بالتعليم والبحث العلمي والآخر معني بتنمية المجتمع. اجتمع الرئيس ب يعني أعضاء هذين المجلسين، واللافت في النظر في تشكيلهم إلى أنهم يعني بيحوا العديد من الشباب، وأيضا نسبة كبيرة من المرأة ممثلة في هذين المجلسين المتخصصين، وأيضا ربما تكون الأسماء يعني المشكلة منهما غير معروفة إعلاميا، ولكنهم من المتخصصين في هذين المجالين البحث العلمي والتعليم وأيضا تنمية المجتمع. هنبتدي معكم إن شاء الله أولى هذه يعني بعد الحوارات بعد الفاصل. كونوا معنا. قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكيل مجلس تخصصي للتعليم والبحث العلمي تابع مباشرة لرئاسة الجمهورية. وقد اجتمع الرئيس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مع أعضاء المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي. يعد هذا المجلس أول المجالس التخصصية التي أعلن الرئيس عن تشكيلها أثناء إلقاء خطابه في جامعة القاهرة لتكريم أوائل الخريجين، منوها إلى أن المجلس يضم قامات علمية بارزة ومتنوعة تتمتع بخبرات دولية في العديد من المجالات الحيوية، ويضم 11 عضوا ويتفوق فيه تمثيل المرأة حيث يضم 6 سيدات، فضلا عن مشاركة ملموسة من عدد من الشباب، وذلك لتعزيز دورهم في مرحلة البناء الحالية والمستقبلية وتعظيم مشاركتهم المجتمعية. وأوضح الرئيس أثناء اللقاء أنه حرص على تشكيل مجالس تخصصية تابعة لرئاسة الجمهورية للاستماع لنتائج رؤى متنوعة وثرية، مشددا على أهمية أن يقوم المجلس بتقديم حلول عملية للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع التعليم والبحث العلمي في مصر. وأضاف الرئيس أنه تم البدء بتشكيل هذا المجلس التخصصي نظرا للأهمية الكبيرة التي يتطلع بها البحث العلمي والتعليم في تنمية المجتمع وتقدمه على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن كونه قاطرة لتقدم الدول والشعوب. أعضاء المجلس استعرضوا من جانبهم المهام المقترحة التي سيناط بها المجلس مع التنسيق مع الوزارات المختلفة من خلال مؤسسة الرئاسة. إذن مشاهدينا الكرام، للتحليل ويعني الرؤية حول دور ومهام هذه المجالس المتخصصة اللي أعلنت رئاسة الجمهورية عن إنشائها، وتحديدا مجلسين متخصصين في تنمية المجتمع والتعليم والبحث العلمي، يسعدنا أن يكون معنا الدكتور محمد باغا أستاذ الإدارة والتنمية والتطوير المؤسسي بجامعة قناة السويس. بنرحب بحضرتك دكتور. مساء الخير نيلي، مؤسسة الخير أستاذ أشرف. أهلا بك.
مساء الخير على كل الشعب المصري، كل سنه وحضرتك طيبين. كل سنه وحضرتك طيب. طيب، وفي البدايه عايزين ناخد فكره عن هذه المجالس ودورها سواء في تطوير التعليم او في التنميه المجتمعيه. نعم، هو اولا بدايه انشاء المجالس القوميه المتخصصه كانت فكره يمكن طرحها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في خطاب 30 مارس 1958، وطرح فكره ان هو يريد انشاء مراكز قوميه متخصصه على غرار المجالس اللي موجوده في فرنسا وايطاليا ودول اوروبا الشرقيه، ان هي تساعده في عمليه دراسه الواقع المجتمعي واتخاذ القرارات بناء على هذا الحال. فجاءت وفاه الرئيس الراحل عبد الناصر، ثم اتى الرئيس السادات ووافقوا اعمالا للماده 164 من دستور 1971. قام الرئيس محمد أنور السادات بتدشين المجالس القومية المتخصصة واللي أنشأها الدكتور محمد عبد القادر حاتم، وده كان أول رئيس لهذه المجالس المتخصصة لأكثر من 10 سنوات. الحقيقة في الفترة دي قدمت المجالس القومية المتخصصة بعض الدراسات والرؤى والمقترحات والتوصيات إلى رئيس الجمهورية، كانت قيمة إلى الغاية، إلى أن جاءت الفترة من الثمانينات وتحديدا عندما خرج الدكتور عاطف صدقي من الوزارة، فكانت هذه المراكز بمثابة جراج لتعيين من خرج من الوزارة لتكريمهم وإسناد هذا الأمر لهم. يعني بداية من هذه الفترة انحصر دور المجالس القومية المتخصصة إلى طبعا جاء الرئيس الثالث لها وهو السيد المرحوم كمال الشاذلي، فلم يوجد لهذه المجالس أي أرض على الواقع المصري على الإطلاق، ويمكن حتى الدراسات والتقارير اللي بتقدمها يفترض أن هي تشارك وتساهم في وضع السياسة العامة اللي موجودة في البلد، ولكن هذا الأمر لم يحدث مع كم الإنفاق الكبير اللي موجود في هذه المجالس وكم العدد الكبير الذي يتم تعيينه في هذه المجالس. يفترض أن المجالس دي بتساعد رئيس الجمهورية بمثابة أن هي بتكون بيت خبرة للسيد رئيس الجمهورية أو لمؤسسة الرئاسة لدراسة الواقع المصري من كافة الأبعاد والزوايا المعينة. المجلس أو المجالس القومية المتخصصة بتضم 4 محاور في طياتها: في مجلس للتنمية الاجتماعية، وفي مجلس للخدمات، وفي مجلس للإنتاج، وفي مجلس يتعلق بالسياحة والفنون. دي المجالس اللي موجودة بالفعل، المجالس دي فعلا. الـ4 محاور اللي موجودة بتهتم هذه المجالس بقى على إجماليها إن هي بتطلع لنا بحوث وتقارير ودراسات متعلقة بالتعليم والصحة والأمن والغذاء والمرأة والإعلام والفنون وكل ما يخص جوانب المجتمع المصري. ولكن لما نيجي نشوف على أرض الواقع، هل قدمت هذه المجالس بالفعل ما يفيد في إدارة الواقع المصري بما يحسن القيمة المضافة للبيئة المصرية؟ أعتقد إن الإجابة وضحت لنا من خلال قيام ثورة يناير 2011 واستتباعا ليها في ثورة 30 يونيو، لأن الثورة بتعني التحسين أو التغيير إلى الأفضل، وعمرنا ما هنتقدم للأفضل إلا من خلال استخدام الإدارة العلمية، إن احنا ندير واقعنا بالعلم والمعرفة وليس بالارتجال اللي فضلت الدولة المصرية عايشة فيه في حالة طويلة جدا وعقود طويلة جدا من الزمن. في النهاية بنصل إلى بالكاد ما يبقينا على كيد الحياة أو على قيد الحياة من أمور نفسية أو أمور اجتماعية أو أمور اقتصادية أو أمور سياسية أو أمور أمنية. طب احنا عايزين نطور. من وجهة نظر حضرتك، هذه المجالس اللي هي الجديدة هي إعادة إحياء للمجالس القومية المتخصصة بشكل جديد أم إنها امتداد ليها؟ أنا أتمنى مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكون رؤية الإدارة في مصر رؤية تدار بالمضمون وليس بالمصطلح، أن احنا من خلال إنشاء هذه المجالس أن احنا نطلع التقارير والبحوث العلمية التي تساهم في حركة التنمية اللي الدولة المصرية بتحاول أن يتحققها من خلال نمو، سواء كان نمو اقتصادي أو نمو مجتمعي يتعلق بالمعرفة وزيادة الوعي المعرفي في المجتمع المصري. طب أنا النهاردة بتساءل، إنشاء المجالس القومية المتخصصة هل هذا الأمر يتضارب مع المجلس الاستشاري اللي شكله السيد الرئيس في مؤسسة الرئاسة؟ فبالتالي هذه النقطة خطيرة جدا لابد من استيعابها. هي المجالس دي حضرتك لسه موجودة؟ المجالس القومية المتخصصة؟ أيوة طبعا، إلى هذه اللحظة موجودة. ما كان السفيرة ميرفت تلاوي ما كانت معنا، مش هي رئيس المجلس القومي للمرأة؟ المجلس ده أحد المجالس القومية، أحد المجالس الموجودة طبعا. طب يعني هذه المجالس ما زالت موجودة، وهذه النوعية الأخرى جديدة من تضاف إليها، تضاف إليه. هل هيكون في تنسيق بين الاثنين؟ ده اللي انا بطرحه النهارده على مؤسسه الرئاسه والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كون ان هذه المجالس بتتبع رئيس الجمهوريه مباشره لتقديم التوصيات والمقترحات والبحوث والتقارير ليه، ضروره التنسيق او الربط ما بين المجلس الاستشاري اللي موجود بمؤسسه الرئاسه والمجالس القوميه المتخصصه اذا اردنا ان ندير العمليه بنجاح، لان في مشكلتين جوهريتين بيقابلوا المجالس القوميه المتخصصه. طيب احنا اسمح لنا هنقف عند المشكلتين دول وهنرجع لهم ان شاء الله تاني باستفاضه، بس
بعد التعرف على موجز لأهم وآخر الأنباء. مشاهدينا ابقوا معنا.